ضمن جهود فرق بعثة الحج الكويتية، يقوم فريق الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية بالعمل بشكل مكثف لإعداد وتجهيز العيادات بمقر البعثة بكافة الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لحجاج الكويت وأعضاء البعثة. وزارة الصحة هي إحدى الفرق المشاركة في بعثة الحج الكويتية، ودور وزارة الصحة في بعثة الحج هو تقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت. بحمد الله تم وصول الدفعة الأولى والدفعة الثانية من فريق الخدمات الصحية ببعثة الحج الكويتية. أيضا تم استلام شحنة الأدوية من الجمارك في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجاري الآن توزيع هذه الأدوية بإذن الله على الكوادر الطبية المرافقة لحملات الحج الكويتية. أيضا تم استلام عدد سيارتين إسعاف مجهزة بالكامل. تم تجهيز عيادة الفريق في مبنى بعثة الحج الرئيسي في حي النسيم بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة. الفريق الصحي في بعثة الحج الكويتية والمتمثل في الطاقم الطبي والتمريض والطوارئ الطبية والصيادلة يقوم بتجهيزات عديدة، منها العيادة الطبية للرجال والنساء وغرف الملاحظة وما تحتوي من معدات وأجهزة متكاملة لاستقبال أي حالة مرضية خلال فترة الحج. تم بحمد الله استلام شحنة الأدوية والتجهيزات الطبية، والآن نقوم بتجهيز العيادات الطبية لاستقبال حجاج بيت الله لدولة الكويت، وأيضا نقوم بتجهيز بعض الأدوية وتوزيعها إلى الحملات الكويتية المعتمدة لوزارة الأوقاف. تجهيزات على مستوى الحدث تقوم بها البعثة الكويتية للحج بالفريق الصحي المرافق لها، مدركة لدورها المهم على سلامة حجاج الحملات الكويتية. طبعا استلمنا إسعافين مجهزة وجهزناهم احنا بالكامل من معدات ومن أدوية من وزارة الصحة. طبعا احنا موجودين لخدمة الحجاج ومعاهم بأي مكان راح يكونون، خدمتها إن شاء الله تكون سهلة إن شاء الله حق الحجاج. بجهود مكثفة تقوم بعثة الحج الكويتية بلجانها بعمل مخلص ودؤوب من أجل الظهور بصورة مناسبة. عيد الرشيدي، موفى تلفزيون دولة الكويت، مكة المكرمة.